hanti lacageed muslimiinta ka lacag badan ha imise bilyan baynu kubad ku ciyaarnay maal dhawayto le ya aagad yar oo buufinay rag waaweyn la yiri eriyada aagad la buufiyay ha imise bilyan oo dollar baynu ku dhisnay maanta 4 qof ee adduunka ka soo horbaxa qof baa muslim ah waa statistic statistic ku been ma sheego marka waa number ku been ma sheego يعني ما أنت مسلمين توا ربع العالم وربع العالم أفرق فدي كاسه ربع قفبة قفبة محيط حاضر العالم الإسلامي محاضره شيخ سعيد يقول لا أفرت دقيقة أفرت دقيقة كو آخر من كاسي بقول صنو بانت اللي جد جوجو عالم كإسلام ككشيء كين تيسو وحقيقة نبع وما أها شيء هذه بكون هي خيالة ما أها وضد إلهي وكلنسيي عقيدة ذي بدو كل دقيقة البحنمدودي شلاي الذي كشيكيه إلهي مذو كدغي تاريخ دودي إلهي مذو كدغي جغرافيا دي حقي دولكا إلهي مخيتو لي ميل اي ودا دغيهين وخيرسن بدن كودو مصالح دقاله اي كدخايسو مصالح سياسيه اي كدخايسو بركا كهدلك عالم كاسلامي وخيال ما اح وحي نغه فوق ما ينه وا شي واقع نولوشي من خيتو لي تابانيا ان بدن وحي اسكو ديهن ولينا اسكو ديان عدوك إسلامك يا مسلمين تاسنا وحقيقة إسلامك كدين إنه عدو لي هي مسلمين تونا كدد إني عدو لي هين تاسنا وحقيقة آن لإنكري كرين قرونتي يقدم بيسي أما قرونتي يقدم بيسي يقولنا وحي علوس كودا وحي سارين عالم كا إسلام كا عقيدة ذا يا تاريخ ذا يا جغرافيا ذا يا دره النقالة يا دره الديمات بقى وكده حي تاريخ ذا دونا أي متك أي تحي waxay isku dayeen oo juhdi weyn geliyeen cadawga islaamka iyo cadawga muslimiintu in aaynay marnaba dadkaasi isku imanin isku imaansho midaysan ama dhaqaalaha ku midoobaan ama siyaasadaha ku midoobaan taana waxay ka dagaalameen oo juhdi weyn bay gaaladu iyo kufaartu iyo inta gaalada u shaqeysa ay ka shaqeeyeen waxay juhdi badan geliyeen dhowrkii 100 sano ee ugu dambeeyay muslimiintu inay kala qoqobnaadaan xuduudo ingiriiska iyo faransiiska iyo inta la halmaala ay abuureen in looga dhigo maxay tolo diin qawaaniin aanu ilaahay soo dhaadhicin oo shariicadiisi aan ahayn in la geeyo maxakimtooda iyo in la geeyo meelaha isku xukumaan heshiisyo waaweyn oo dawli ah in lagu dabro si aanay marnaba aanay iyagu maxay tolo isku imanin taasina waa shaqo naga shaqeeyay ee sawirka ilaahay uu sawiray ummadan ummatul islaam ama caalamul islaam inay mid yihiin إلهينا قرآن كل شيء سبحانه وتعالى النبي يقول وكل شيء صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة وحلقوا أنا لوب يا دين يعقيد يا إيمان إن تعب إلهي شيء إلهينا وحيه سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كودك حدق إلهي دمانتين هكالتقين حسك إلهي بضيع وحسوس تحل إذيك وعذو أه وقبيل قبيل يرهي رير اسكوها استه إلهي إذين سو صاري نبي جيني سوبنا صلى الله عليه وسلم دينتي وذين أد كم ذو ذي قلوبتو ذين قلوبتي نين إلهي كم ذي يي ميه إذان قلدي إلهي ولا على مسلم أكون نقنن وقلد متاس نبي قلنا واشاك صلى الله عليه وسلم على قدر مسلم كقدر حيث مذب إيا جغرافي إيا حد إيا حدود إيا أف مدنا بإنا أنا أهين مسلم كوا مسلم كلاو لالكيب النبي صلى الله عليه وسلم مد الميو مد يبو قفك كشقية ولالكي سمسلم كأدنهي سإلهي بأيساقنا الدنهي سأقما قفك مسلم كفة إذا كربض أما حارون أما ربها يسات إلهي بأيساقنا كربضا حيث كسيب سبحانه وتعالى قفك قف مسلم أسطر إلهي بأسطر إساقنا آرط يوم القيامة بخاري مسلم باوري نبي ربحير صلى الله عليه وسلم سأقوك هدليا علاقنا qotada dheer ee waliga jiri doonta muslimiintu intay doonaan ba haysku jiraan juqraafiga lahaane hays xasiidina baa haysku eriyina dhabarka haysku jeedinina ha isnicina kiina wax iibsanayo ka kala sicirka ha ku eer ha ku dalicina walaalo muslim aan noqdo muslimku waa muslimka walaalki ma dulmiyo ma hoojiyo ma xaqiro saddex jeer buu xira taqwa ha huna taqwa ila ha huna laabti saaru farta ku fiiqay nabi sallallahu alayhi wa sallam muslim waxa ugu filan dambi inuu walaalkiisa muslimka inuu xaqiro oo uu hoos u yaso muslimo idile muslimka kala haaraan buu ka yahay dhigiina waa idinka haaraan maalkiina waa idinka haaraan dhexdiisa cirdigiina iyo sharaftiina waa idinka haaraan
نصوصها صور سوكو بكرين فربضني أو غير فربضن تهي وحا إسلامكو أسميي حينداب وين أيو أسميي إن المسلمين تاسي ملك استو أدونك أي كجوغان أورك يا قلبك يا مانك يا مسكحنا ولا لا إن كيهين نصوص القرآن كنا تاسا كبحدة سنة النبي قلنا ساسو كشك صلى الله عليه وسلم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ها إسجيد ها جاها مها علا تمنا أو هكلا تجينا هداد مرانتان فتفشلوا ويدن فشل ميا ويدن بنجري هداد بنجرتان وتذهب ريحكم أي قوتكم مدن ماذا وحلقوية هيدات ها ويدان مسلمين ويدن شبي عدلا ليدن كهل الدونا عالم كإسلامي إن كهذا لين يتلمامها عن كشيء كين نصوص وأي كهذا شيء وعالم حقيقي أح معها خيال imagination معها science fiction معها في المدن هو ضيع حتى قا أو ضيع حكون ولا إسلام لا يقدر كسر شيء كين دون معها وحقائق نبه أو محيطه لي تاجن هكذا الدول هذا الدولة هكذا هذا على ما هكذا يشان هالجوجان لكن وها حقيقة إن أي جوجان سيد عالم المسيح وجوجو عالم المسيح وجوجا، إن يروبيان يونو يوم بويا شيء وعالم المسيح لو يلا باتن دولو يوروبا إسكو تجاي وعالم مسيحية، أو مركا تركي جوا يا دارين إن كذا يبقى لان يروبيان يونو يوم كا توس ما لوجي يا تركي دي، وحلا يدير دم بالين، ماي ما دورسا، وحلا دور نبيرة ده نقول له جغرافيك لهان هافنا شيء هافنا إيشي أنا كنا لنا هافنا يوروبا أنا كنا مكان جغرافيك اليوروبيان بانو ناي، مركا ده هانو يروبيان يونو كا كميت نقلنا. hospital loogu sheegay ma kor loogu ma sheegin magaas waa dhageystay baa leeyahay meeshan aad u soo socotaan waxa la yiraahdaa christian club waa naadigi masiixiga la yiraahdaa adeerow naadi masiixi 7 milyan oo turki ah oo beesha ka dhaxeeyda ama adeerow tag loo ma haye halka ahayn wixii dhaqaale kala qaad qaadanayna hadu kala qaad qaadana laga ma qarin hospital loogu sheegay idan caalamil masiixi waa jira european waa caalam masiixi ah mareykanku konton ka state isku tagay waa caalam xito masiixi ah عالم يهودي أجرا، أو وكالة دي له، همتي له، دقالة له، دولة دي له، إن لول إن جاها يسات مسلمين تك، هالبولي مسلمين تك لقوا عاصي، لقوا قطمي أيام حج ورجرا، العالم الهندوسي أي أجرا، عالم الله ذا عبدا، ها، أو شالا مصدر طالع ترتن كي جينا هاي كل جيران شالا مصدر طالع نافع حق ترلا، ها، سي جينا ترى ولا ترتن مين بشالا مصدر طالع. ayey record ki jabisay markii koowaad ee hindiya ay ka tiro badnaato jayna 800 iyo 100 kun oo qof baa ila shalay shalay ma taa wixii dhashay ba garanayo ah marka dhagteed waa taaganta marka duuga waxa ka socda Soomaarkasta ah argeesahan joogna laad waa all right laakiin hada dhagtu waa noo taaganta maxaa agaarka ay ka socdayo maxaa socday marka hada caalam hindusi wey waa caalam hindusi oo loo caabuda oo mabaadi' leh oo diinta hindusiga ina ilaaliyaan u dagaalamay ay jir caalam kala afraad ba jiraa caalam albuudhi العالم البوذي بودا يا كونفوشيوس رجع بودا عالم الصين الصين هايو وعالم بوذي أهو بحيث ولويا مركا عالم انت صويد الو حقائق جرتا عالم الاسلام نو حقائق جرا قلب يوسف نو مكه المكرم زادها الله كرما الهي كرم كي ذكرها ودير يا رب العالمين قلب يدي هالبوله ذنا وقبلها اي محيط اي وجهه سنه موطن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شو ده محمد محيط ولا وكل شيء إنه قلبك يقالبك يجرك بأي وجه ذنو في اليوم أنت هصو جير أي محيط الوجه فعالم الإسلام وحقائق جرته وين ولا سكود ده يتفر بدن إن محيط الوحكة قرآن أو دراسيا عالم كإسلامي دتك وحكة قرآن وكلا قن دويهين وحي وحق وحي وحق قرآن ويكوك الدويهين قاري وحلا ورجل مستشرقين بل ورجل مستشرقين من الشرق أي طلب علوم الشرق waxay baran jireen culuumta bariga ayay baran jireen deedna diimaheen dhigan jireen af carabiga dhigan jireen af soomaaliga baran jireen af sawaaxiliga baran jireen qabaailka reeraha inuu nahay ha ayay kala yaqaanaan way nooga badiyaan reerahaynu inta jeer is culeen inta jeer is dilin wixii ka dhaxeeyay ayay daraaseeyaan way shaqeeyaan oo maxay tolay macluumaad farabadan bay caalamka islaamiga ka aruuriyeen qaari waa macluumaad dab ah oo xaqiiqo wax lagu dulisi karo qaarna waa macluumaad iyo information loo aruuriyo in la isku gumaysto oo lagu gumaysanayo goldoloolada iyo meelaha laga soo geli karo ayaa hab aqooneed loo daraaseynaya awl jaasuusku haduu ahaa jiray mid ku yimaada meelaha jiraada maxay tolo imisa ciidankaagu weeyaanayo imisa hubaad haysataa iyo imisa diyaaradood baad haysataa iyo jaasuuska imika waa laga yimid kaasi imika jaasuus maaha oo hubka iyaga ka soo iibsataa way yaqaanaan inta haysatid ها بس هاست يقوم على
iyaga laga soo yibsada marka they don't know way qaanan waxaad haysatid marka in justice u soo dirtaan imisa dabaabadood haysataa iyo imisa waxaas jaasuska imka duunka waa laga baxay maanta jaasusnimadu waa aqoon daraasad waa weyn baa lagu sameeyay master baa lagu qaadanaya phd baa lagu qaadanaya waxyaabo maxay tola deedna waxaas loo bedelaya aqoon loo bedelaya jaamacadii baa laga qaadanaya qofkaasina expert iyo aqoonyahan buu noqonaya adiga kugu aqooniyahana tala la weydiinaya marka aqoontu maaha iminka sidii berigii hore maxay tolay waxay noqotay hub lagu dagaalamo ayay noqotay nin laado doctor mazin salih al mutabbaqani ayaa markuu sheekh saciid igu yidhi waxa soo qorqor ayaan meesha eegayo saad moodayba si ka weyn ayuu kitaabkii darsigii noqday ayaa waxa uu yidhi alghaalibiyatu alcudma min aljaamicaat algarbiya jaamacadaha reer galbeedka badankoodu iminka way ka tageen buu yidhi wixii la oran jiray alistishraaq orientalism magaca way iska dhaafeen buu yidhi xataa aqsaamtooda cilmiga magacaas iminka maxay tole kuma jiro waa la bedelay waxaa loo bedelay buu yidhi aqsaam diraasaati sharqi alawsat waxaa la odhanayaa qismiga ama markaska lagu diraaseeyo bariga dhexe ama bariga fog ama geeska afrika ama ha marka waa sidii baxf oo jaamacad oo kale ayaa maxay tole loo raadinayaa waxay noqotay daraasaadkii istishraaqa awal hadda waxay isku bedeshay buu yidhi doctorka mazin daraasaat iqliimiya ha marka waxaa lagu odhanaya hebeli khabiir buu iiraan ku yahay hebel maxay tole harar iyo taariikhdii harar buu khabiir ku yahay phd ku sitaa hebel wuxuu maxay ku sitaa ha gabadh baa ii timid berigan jaamacadda halkan ku hayay gabadh ingiriis ha ii timid jaamacadda igu timid phd baan diyaarinayaa bay igu turi weliba waxay ka socotay jaamacadaha waaweyn ee ingiriiska oxford bay ka socotay markaasaa kul maxaad baa ka qoraysaa markaasay tii waxaan wax ka qorayaa saamaynta uu ku leeyahay dhaqaalaha somaliland iyo soomaaliya lacagta xiwaaladda ee dibadda laga soo diray remittance-ka loo yaqaan markaasaa kuuri wartaanaaba kuu sheegiyo haba isku daalin baa kuodho dukaanadeere halkan baanu kaga ibsanaa daqiiqda iyo wax yaray soo diraane saddex boqol dollar bay soo diraan ama afar boqolo dukaan yaroo halkanaanu geynaayo daqiiq iyo sonkor iyo saliid baanu kaga iibsanay qaarna kira iskaga bixiyaan ciyaaladeena iskuulka waxbarasho lagaga bixiyaaye ma taasaa phd maxay tole u baahan baa kuuri afar boqol dollar oo maraykan ama ingiriis laga soo diray oo islaan yaroo odayraakan loo soo dirayo oday masaajid joogay boqolkaasaa idinka sheekaynayaan allahu lmustacaan waata dadkeenu marka salaada aynu tukanno dad inaga kacay waxayna siyayaa dadka masaakiinta marka madaxa oday yaroo intii yareed xiwaaladda iminka ka soo qaaday ayaa jeebka halkan waxa ugu jirtay intuu bakhaarka geyn lahaa da midba aad si wacan wax u weydiisto halkanu islaa shilinkii somaliland baa ku jira malaashan kuriya wax tii buu soo saaro ilan dollarkii buu dhiibay oo kii u dhiibay wax yara markuu dukaankii tegay uu siri intii yareed soo iibso ayuunbuu laantii unbaa usoo baxdo dollarkiiba kuma jiro sheekhii masaajidku la hadlay war kii qabo magaadeerayaal war waxa yareedha loo soo diraa yaa ayatuha diktooratu lbiritaaniyatu hedha haba isku daalinay inta yar baanu maxay tole ku iibsanaa intay qososhay bay igu tiri arrinku intaa waa ka fog yahay bal marka dhammaysa baan ku wuri annaga daatadeeda iyo bangiyada iyo xiwaada waa iska furay yino weliba waa qof cad baato aad baa laguu soo dhoweyn doonaa adiga xogta balaash baaba lagugu siinaya annagu taayad waa okaye bal markaad wax qorto iisoo maxay tole buugga hadiyad makaaga helaa waa iisoo dirtay 10 sano kadib arrinkaa kadib go'aanadan iminka bangiyada lagu qaatay ee lagu joojiyey in xiwaalad aan la soo dirin waxyaabaha lagu saleeyey bay waxbarasho ayay aqoontaasi ahayd kuwa la qowracay baana xogta bixiyey waxba nama soo galaana in yaroo briis baanu meesha ku iibsanaa ana qaribaan islahaa halkanaanu sandaq ka iibsanaa intaasaana soo gasha waa lagu isticmaalaya markaa manaadiqba iminka la yahda qofba meel buu ku takhasusaa kitaab baan idiin sheegay hadda qolooyinkiina af carabiga akhriyaa doctor maxamed albahiy alkhuuli wuxuu leeyahy kitaab la yahdo alfikra alislaami alxadiid wasilatuhu bilisticmaal algharbi fikirka islaamka ee cusub iyo cilaaqada uu la leeyahay reer galbeedka kitaabkaasi intan imkaan kuu sheegay ayaa maxay tole ku qoran jaamacad waxaa jirta berkeley la yidhaahdo oo ugu waaweyn jaamacadaha wadannada muslimiinta maxay tole diraasaysa ardayda waxay ku siiyaan scholarship
بلاشة أيها الأخوة أما ماستر حقوقاته أما PhD حقوقاته إن لا يراهذ منطقة هبلايو أراد محيطه لسوء دراسة شيخ شيخ إذا كم إذا أو PhD قد يعرف ليه أيها نكي سوبرفايزر كوا هابا إنتو إيه راي أيو محيطه لكمبيوتر كيس هو ريال لا كمبيوتر كان سكرين تشكع أيها إنتو جوجل ماب كي إنتو قلي ayuu soo saaray maabkii Soomaaliya markaasuu kii Soomaaliya soo saaray markaasuu qaaday tuulayaro tuulooyinkeena kamida ha tuulayar oo tuulooyinka dadka idin sheego walaa idinkaaba qaar idin kamidaaba ka yimidba ha ayaa ayuu safarta ugu fiiqay ayuu ninkii gaalkeed britishka ha ku yiri sheekhaygi ayuu ku yiri een ka waran hadaanu lacag ku siino noo maxay tole PhD ga oo dhan anagu aanu scholarship ku siino laakiin tuulada ayaa problem ba ka jira sociological problem ba ka jira in badan bay culad ba damila culad ayaa damila maabig beeradan maabig conflict maabig beeradan marka waxba degila halkaas hadaa soo diraasaysid the main ka ugu weyn isku haysta labada jilid PhD ku qaado sheekhi ba yiri waligaa tuulada ma maqalaan anaa Soomaali ah waligaa labada reer uu sheegayo ma maqal buu labada jilid uu sheegay ayuha Britaniyul kaafir waxal aniga baa yaabay markaas aan ku warheede ana halka ka imid oo dadka u dhashay oo ku noole waliga tuulada ma baqal biyo ma way jirtaayo in badan baan hawsha daba soconay oo waxyaabaha lagu baaro maxay waxa dhimi kaan kala hadlaya ha ma aha maxay toolay laakiin waa waxyaabaha la isku gumaystay ee maxay toolay ay waaweyn jaamacadaasina waxay bixisaa maxay hadii ay buku roo yahay scholarship ay bixisaa waaweyn oo qaali ah 20,000 pound 30,000 pound baa lagu siinaya wax lagu oranayo tuul heblaayo meel heblaayo meel heblaayo waxibal soo baad oo maxay toolay soo samee jaamacad Belgium ku taalana yarba iga yimid yiri oo Soomaaliya PhD ma isna qoriyaa ugu yiri maxaad ka qorisaa baa ku PhD gaag ah jaamacadaha waaweyn ee Belgium wali baa malaha dadka ugu waaweyn 10 ka dib ugu waaweyn ku jira gurigan geeyo koobro shaah oo cadaan aanay san siiyo bal wareysabaan siinaka war maxaad qorisaa baa ku raad markaas uu waxa aniga subject fee waxa weeyaan buu yiri wadaadka Soomaaliyeed ah religious Somali leader wadaadka Soomaaliyeed ma khatar buu ku yahay nabadda geeska Afrika mise chance buu ku yahay ma chance nabad keeni kara mise wax balaayo hurin kara markaas aku anaa badi soo gashay ana kula wadwaday baa ku raad halka inta dambe wax badan baa ka caawiyo markaa waxba oo isku day in aanu hagno ha waxa wada dadii magaalada uu wada balamiyo deelashaha badan baa iga baxay cid waxa igama siinaanay leena laakiin waxaan islahaa un baryaan wax negative fiidi ka qorinay ha qaat alxamdulillah kibi ajriga uu qaatay afrasiis buu ku qoray buugi alxamdulillah rabbil alamin si waxaan noqotay si qurux badan baan u qoray kid marka arin ka eegay lecture ka eegayay haadir alalam alislami oo shakhsi cid igu soo qoray khairasiye waxaan eega balya ugu horeeyay ka qoray magaca maskaxayda waxa ku jirtay marka والحركات الإسلامية قردونا صح والإسلامية أساس لها تلوم سيد قطب باقوري تلوم مودودي باقوري ما أبو الحسن ندوي باقوري ها مكوي شام باقوري مسكاه دوحة كجرتي باب با با كرني ولي بقولوا لك إخوان المسلمين كي أنا ذي كقارننا قولوا لك إخوان المسلمين كا أنا نقول حقا صاحب حسين لا نهاي أيان الله ورني هم لها قولوا ينكا سا وحم وضع كواسا قريبا نصير وحم ملا لكن ما كان أيجين باري حاضر العالم الإسلامي oo imikana 2023 aynu nahay subhanallahi alaqli waxa isoo baxay 100 sano ka hor la qoray kitaabkan kun 1923kii kun 1923kii la qoray gaal ba qoray ah mustashir qoweyru maraykan ayaa qoray Lothrop Stoddard ayaa qoray wuxuu ka qoray kun 600 koob iyo 600 safhadood wa ila shan 600 mujalladood wi haadir alalam الإسلامي محاضرة الشيخ سعيد يقول يقول أفرتن دقيقة كأخري من كاسب بقول صنو بانت اللي قد جوجو بروفيسور هذا وين مراكز في وحو قري كن يلح بقول يكوب يلح ذم بيج أيو كقري حاضر العالم الإسلامي مركب محو أجا تاريخ دي محو أجا جغرافيا دي محو أجا سياسة دي محو أجا نقاله محو أجا سوشيال أيو أجا dalmada ay dalmaan ayuu eegay faafinta diinta sida ay ku tahay buu eegay dhalinyarada iyo halka ay u danjeersan yihiin maxay dhalinyaradu doonayaan todoba subject oo ballaaran ayuu qoray marka haas oo dhan marka subhanallahi alaliy alqadir wa muhaadaro laga qoray 1600 page laga qoray ayeen rabnaa inaan imika he ma bayna almaghrib wal isha aynu iska yar marka wad malay kartaa dadka agagaarkeena jooga inuu sahayno عالم ذي عن ذي شغل عالم المسيحي والعالم اليهودي والعالم البوذي
والعالم الهندوسي والعالم الإسلامي شمتاً عالماً حيث وليان برتمية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض هدان لولا كان هدان الجلد دراسات عمق انت عليك أيال قاقري كدبنا وح منك مصر هي عبد الإله عبد الجليل عبد الله الجليل عبد الله الجليل سقول روح قري حاضر عالم الإسلامي بقول يكوب يكون صفحة ذات علي جريشة شيخ علي جريشة وشيخ يعني قها مباشرة شيخ علي جريشة سقول روح قري حاضر عالم الإسلامي بقري مصطفى البغا فقيها شافعية مرك قف فقيه بنقول كرا وحنقول كرا سياسي وحنقول كرا اقتصادي باش بيجر وكبحنا مصطفى البقى الفقيه الشافعي يسوي روح قري حاضر العالم الإسلامي كتاب قوقي ما هب روح قري حاضر العالم الإسلامي علي فرغلي الهريدي ومصري أيا أنت أصور كتبتي نجوه الرئيسي محيط القرآن وليس كم حي سعران أنت أصور شن تا كتاب على السير ما صور آخرين لكن أنت عنك صو أجي وحنسكت ديه بل إنه محي وليس كسعران وليس كم على سعرات رضا مسلمين وليس بلا سعران مر الله مر حاضر العالم الإسلامي اللي يلاحظه عالم إسلامي الأدون كأمة إيران مصر يا تونس يا مراكا يا لاند يا لاند كلاية دامها يريو أنت إسا أدون كأمة إذنك جعلت أن تكون مشغولشان كن مشغول الله يبارك فيكم أجرين أن كهل نبا نذين شيء خلاص كن مشغول لكن هكا أجرين أن كجرين أيون با شيء لكن حتى الأدون كوحا مدنا يعني أما أفر دامود نقضة أما طبن دامود نقضة أما رهره وحا صو إذن كان لي واي وكذا حمد شغلكم ملايب يقول حي إيغان يقول حبا ووينو إنتا كدرك سر أي إيغان يقول وحي إيغان يقول وحا وقويا لا محيطو لي هالبيك قولو كود وحا وي ترادة مسلمين تو مكر ليسا مستوى يرانسا لما وحا لسكوة ضوافقي إليها إني كروري أي محيطو لي أي كروريان ما أنت أفرت يقف أدونك كاسو هرب حقف مع مسلمين، واستاتيستيك بين مشي أجمع مركع، والنمبر كبين مشي هو، يعني ما أنت مسلمين هو ربع العالم، وربع العالم، أفر قف هذا كاسو هرب حقف با قف محيطه ل محيطه ل محيطه للمسلم، تاس وحي كنت هاي يجا ما كي دراسين يان أبي وربر يوم البهار محيطه ل وقط هاي، كذلك قلب كلام هذا اللي وقت بدن بكون جراك إلا جهر لك ما حد كريو. ee siyaasadka loo dhigay iyo qodinkii maxay tahay Rockefeller ninkii Mareykanka ahaa ee milyoneer ka ahaa malaayiinta uu ku bixiyay muslimiintu dhalmada inay joojiyaan ha Rockefeller baa centerkii koowaad ee laga furo Mareykanka in muslimiinta millions lacag lagu bixiyo sidii gabdhahooda iyo inamadooda loogu dhaadhicin looga dhaadhicin lahaa dhalmada faraha badan iska daaya dhaqaalihii inay dhaawacsaayo adduunku wuxuu ku baratabayaa yaa tir badan biga ha marka Rockefeller iyo doorku ka qaatay isagana raadiya oo qolalkii jaamacadaha dhigtaa raadiyo oo maxay toleeyeen u dira waa kimika ninkan imika Elon Musk ninkan imika Twitter ka qaatay waa todoba caruur u leeyahay waa ki Twitter soo qoray iyo yiri maxay toleeyeen adduunku raad galbeed iyo masiixiyiintu la hadlay waliba haddii uu sidan aynu ku dhalayna haddii uu sii wadno saaxada weyn ka baxnaa buu dalmadii hal soo celiyo hal labadiyo dalmadii ha halla badiyo anigu todoba u badan leeyahay biyo halay ugu dayday buu yiri London anoo joogan akhriye marka waan u diray markaana Twitter baan u diray Elon Musk lefti san Twitter u diray himmatul uliya magasaan ku Rockefeller oo naadir ka hayo Mareykan haduu la dagaalamay baa ku dhalmada adduunka adiguna ma center ku dhawaaqay lacagtaada aad gelisid lagu kobciyo dhalmada oo lagu oo maxay tolay oo lagu faafiyo ima soo jawaabi laakiin ربع سكان العالم مسلمين تو ربع سكان العالم و one fourth أيامنا هاي ومك أرجو أركاسينا بس كحد هذا وح وين بو أدونك وكيا هاي عبسينا هو أبو ريا أدونك هو كو أبو ريا قبل كلا بعض أي بوقت تاس أي إجا وح ويان ما راح الله يراه هذا بيا مرينا ذا أدونك بيا مرينا ذا أدونك لح بيا مرين ذا أدونك جينا مسات الضبع لح بيا مسلمين تو قاعد تقوها يعني مسلمين تو أي دقيه مرك لقي ما دون لبعض مرايكن وقولي يوم كونفورتا بنما كنال بنما kanaal bala muslimiin madagana laakiin wax laala waxa kala oo idin marka way soo qoray waxay koranayaan al muhiit al atlasi ya batad madiq jabal tariq muslimiin ta dagan qanaat suwais muslimiin ta dagan madiq post 4 kan imka turkida boqolka sanay la yiri kama dul dhisi kartaan waxba imka laakiin boqolka sanay dhamaadeen ha imka waa ka dhisaya babu mandab ya dagan babu mandab ya ورب مدة متقنا
لأن يرد على هذا الأوضاع شتي إذا ما إبدا بس وجهك تاني ها باب المندب باب المندب باب المندب وحمرة وحمرة بقول كيبا أنت عص سليد أدونك أي مرتا بقول كيبا أنت عص مرتا جرعسي أدونك وملها البولة لو كانت سومالي لاندو هذا زوجته وح كلامه تسكت نافتو أيه ولا له مركب كستوه هالك مرة عشورها نصيو أقول لك يا أنت أنت هروح هالك جوال مرة أنا أقول لك يا ولا مرة نبتقليه وام حي حنا نصيو عشور ها سليد مركب كستوه سليد هالك مرة يا أقول لك أجيبه مرة يا لين أنت هروح هالك كجلين ها أبو مرة إننا قلنا هاي وانو في عنا يا دامي ورد يا ما هون كوكا جوالنا يه وحمدونا لنا باب المندب وكان أكتين هناك عن تكو هنا مضيق هرمز مضيق هرمزنا وكان إيران أيام حتى ولا أيام خير إسألنا دود وين كان تبع المسلمين أيام حتى ولا أيام كوهية أنت عصي الدون كمحي معناه ذوام محي إسكو مركة الدون كنقالة إسكو مركة الدون كصعدال هالبولة وح كأ مسلمين تا بمعنى إسويتش أوف حتى يكون سمايا وهي هذا هلا كل الجوجو عيسى بدينه موسى بدينه محمد بدينه هذه اللي يراه ورور بضبة كنا عيسى كاسنا وحلو وين أضلاه قذب كسد هذا إيجان بوقت وإيجي وحويا سدح وحوا لا إيجان ترى ذي وانكوش إيجي كذلك وح إيجان الخامات رو الماتيريال كي كم بطول كسك كالي هذا هيسا ذهب هذا هيسا قصدير هذا هيسا يورانيوم كي هذا هيسا ها الدوم كل واحد نقاق يورو فوسفات كي عياد محطه لا عياد لوكاجي محطه لكجرة خامات كي الدوم كل نقاق يورو إذلي لوكاجي الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى رأس المال هنتي العقد مسلمين تي أكل عقبة ها إم سب بليون بينو كبت كل عيار المال لو يتولى يا عقد يورو نبوف الناي رجوا وين اللي يريد عقد نبوفية ها إم سب بليون أو دولار بينو كل سنة ما حين كهلنا في النهاية دولة هبلاية أوير ها دويلة تونير أيام عان نقطة that's all وحاصل العجم حلا وها لون دولة هبلاية نقطة عان وراك دوكا إلا وش يا جاي بلهدو كو بلهدو قولون بدل لها يك بدون واسك أوكي ماله قول كنا لقبلي واي مسلمين توقوش يا جاي ترى ودي محط خامات كنا واقوش رسمات كنا واقوش يا جاي كذلك وحي أيام جانب كتاريخنا قذب كافراد وحلا يا جاي تاريخ جمعهم كنا دافعين مساج كإبراهيم دورون خبضة كأخريو تاريخ لنا كهذا يقيمها إلى ذا قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين أو لم يسيروا في الأرض أنت عصوا أي كهذا أم كهذا لي أهمية أي أول هذا هي آدمها تاريخه وحلا إلى هذا أفق قالا وحلا هذا collective memory أي الله إلى هذا في عربي قالوا حاولنا هنا التاريخ الجمعي الذاكرة الجمعية أيان لهنا في الصومالي نرجع في الصومالي قالوا ويديو حيقول هذين وحين وبحنا هنا حسوس وضرت درسي شق على الوسود درسي درسي قد يا محل حسوس وضرت بالكور كور موبايل كان يمكن هاي ستان موبايل كان on memory هاي كورم ها مش قاين يا هم كوتر يا ها كمبيوتر كاد كمبيوتر كود هارد 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 وير كاد هاي ستون سوفت وير لاين كور اون ميموري كمبيوتر ميموري لاين كور هاي قف إما كسيد وجوه ونا فرتجير ونا نقول هالك عصو ودعيو سلان كعصو كده دعيو وصو توصو حسوس تبقى كتكتي قف لو فرتجير وفرت سنة سوجري بقى عا جرن مايو عبها مجيء جرن مايو قبيل كيد خدرت ملاه تامي نقوم ينولو بلهين ملاه حتى هدي حتى هذا إذا قتكت تحسون حسوس الله، ها؟ إذا باشوا نوغو باش عينوغو تعلو، ما قاعوين يلوبي ديت وين يلوبي خرق كوين يلوبي، ها؟ لكن تا حتى إنه كم قدر ما حكوا صار نفنو، أروح إلى بلبا أروح إلى بلبا قاصل طاقة يقوى كاسة على سوقف، ها؟ البرغسي، ها؟ ووحيابها ووحيابها أن كوشنس كذا، اللا إداري اللا إرادي، جركي إنه محيط ولا إنكلا. مركا تاريخ ذنا وحلا إجا مسلمين ومشترك بكوين مسلمين تسا مركا تاريخ ذنا مسلمين تسا كوسا ما يستوي دراسيا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نبي محمد لماذا خطاب الله يا أيها الذين آمنوا وخطاب ذاتك إيمانك قاتي هي خطاب humanity بني آدم وما أرسلناك إلا كافة للناس ها
خطاب كان النبي قالها قل يا أيها الناس دضوا إني رسول الله إليكم جميعا لبدا خطاب النبي قالها صلى الله عليه وسلم جهدي وين وكب حين يي صحابة يسقى كدم بيسينا شقضا أيام حيث ولا قفتين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحى أي تيسي تمد السقى أي جزيرة العرب أو إذ الإسلام كود جاري قبائل العرب قبائل كي كونفورتا حمير يا قبائل كي وينا واجاري وقوي واجاري برتمها أنا إسقى بها مكة يا مدينة أيها هايان قبائل العرب أو إذ اللي واللي بق غيري وقوة وينا وجلب وعصلا وترد بدنا ويسوا مسلمين أيها هايان مركا صحابة النبي محمد كدم بيسال وسلم يتابعين تينا يقولون واحد جارين شام عراق إيران بلاد السند بلاد السند ما وراء النهر وحويا وباكستاني وأفغانستاني وخراساني وأوزبكستاني وغرغستياني ودشقندي وسمرقندي ها هذه البلاد بلاد الجمال دشقند بان تجي ها ومحاضروا هؤلاء أتتجي مركاسا هل كي كجارين الرقي الإسلامي البحر ما هل كي كجارين واحد نقدوا جوري ودوينك بابليك إلا مريو جوري ولبا وحو باري عنب بباري عنب كاسا حقا وضدا لو صودا دعية رعب يضا حقا وضدا جوري ولبا وقف جيد عنب وضدا أدمرس قف كستول لغين يانو قاجون يانو أومن حسكا مرمرا استمحيته لعنب هذا أحمر هذا أصفر هذا أزرق كل هذا بلاد طشقنت عصام قاري وحضارة في الإسلام عمق إسلامي محيطه لي مساجد يكتبته محيطه لي إيه تعالى انت عصي قارسيين إلا مركضا بلا قاري واتي لقى بحي مروكو جبل طارق واتي إسبين لقاري برتغال لقاري إلا فرنسيسكا واتي محيطه لقاري تشاينا يا إندونيسيا ولا قاري شمال أفريقيا أوردن ولا قاري جيزك أفريكا هل كان أينقو أنجوغنو إلا زامبي هوس ولا قاري مصر هوس كسو بلا هوس وسو دادع ولا قاري ميلها كونفور أفريكا أيون بارو إسلامكو حوق أيون محيطه لقو قارين تاريخ لاس مسلمين تميداي سانينا وحوين بي عقلي مسلم كأيكو سميسا شكيب أرسلان وننك قري محي مسلمين تو أحب سامين غير كود ما أحرم مرين ترين سقو سارن با نبا ويديس واشا ترين سقو سارن جرمالك aya nin jarmala soo aqfaray sabakaas ayu muslim aha muslim baan aha hayadeedna markaas uu yiri maxaa qeyrkiin idin ka reebay soo ka duunku kala tagay jawaabtu ninka u jawaabi buu ka dhigay limada ta'akhara almuslimuna wa taqaddama ghayruhum maxay muslimiintu noloshii uga dhaceen dadkii kalena ay hee noloshii ay maxay tahay buuga shakiib arsalan wa ka sheekeynaya furutaanka muslimiintu ay maxay tahay ay fureen 10 sano gudahood toban sano gudahood buu yiri nabiga kadib sallallahu alayhi wa sallam muslimiintu waxay gaareen buu yiri dhul 10 sano inta ay roomaanku 100 sano ay gaareen dawladda roman empire ka hayd 100 sano dhulka ay furatay ayay muslimiintu 10 sano gudahood ku furteen napoleon bonaparte saas yiri napoleon bonaparte faransiiska aha isaguna wuxuu yiri innal araba fatahu nisfa ad-dunya fi aqall min nisfi qarn نابليون وحنا كدهينا يين غريت ألكسندر سيد ألكسندر أيوه ربعينه النقض من عانوا دون كورن محيط على فرتي أيوه جعلا لكن تاريخه آخرين جري تاريخه أيوه آخرين جري فباريس مركا وقت جيو متحف كود ميوزيم كود نركي وحنان جري على دقة سكت واحد كله سيد أرضي ذا فرانسيس كلابرو نابليون وحوها يوحو قبطي يو ساسو كلا لابرو إنه وين واسعنا سبب إن رانو أون دمبا إن العرب فتحوا نصف الدنيا في نصف قرن كنت صنع واحد كير أي عالم كأوردر محيط علي أي كفرين خرائط كا وحلا شيء حلي جينا بنبي صلى الله عليه وسلم الراشدون الخلفاء الراشدون دولة بني أمية دولة بني العباس المماليك العثمانيون ومرحلة ذي هو ويناي مستاريخ المسلمين توعي سوهم مرين ما كان قفك دادك الدوني إني تاريخ لأخريان حلي جي النبي سيرا ذي وأخري كان صلى الله عليه وسلم كدبنا أفرتي خلفاء ومرحلة قونية دولة البني أمية والله بيه سغاشا صنع يدنا ومرحلة قونية دولة بني العباس وحل الدير بيه يدنا تقريبا أفر قرنية ججر أيها هاي يدنا ومرحلة دولة المماليك دولة بني عثمان مماليك توحي أنت الضومة oo markii dambe xukunkii ku qabsaday maxay qasab maxay tolo ku qabsaday laakiin wax weyn qabtay oo waxa ay jabiyeen tatarki ina haystay qutus
ورقي محيط ولا قبطي هي الدولة العثمانية انتهى محيط الوا ولا قشة كيا ما كتبتنا الذين شيء مرحلة ضوض بي وقشة كيا المحي سقط الأير أي قشة كيا مرحلة تضبط وحويا العالم الإسلامي اليوم بعد الاستعمار عالم كإسلام كمانتا مركز الدولة دي خلافة دي مسلمين تكون يسقال بقول يو أفر يلا بعتنكي أفر يلا بعتنكي مركز خلافة الإسلام كلا كلا دري كون يسقال بقول أفر يلا بعتنكي إلا مانتا waxa marka boqol kaasna muslimiinta la diraasaynayo lama waxa la yiraahdaa al muslimuna ba'da al istimar ba'da al istimar hatta al duwal al haditha dawladaha yaryar ay muslimiinta ay haystaan imike nation state ka la yiraa oo inuu reer galbeed ka soo qaadano inagu waa inaanu maxay too lahayn soo amaahanay dhamaanteen ha waxay nagu tahay amaahbay nagu tahay inuu shaqo ku beena lahay soo qaadanay iyaduna waa imtidaad لمرحلة الاستعمار تاريخ ذا مركز محيط ولي إن لا لا إيوه بوقت أنا ذين شيء وحي إيجان عالم كإسلامي جه قبدي سمحي هيد وان وانظر عرية وقت وقت بان نهين العقيدة والإيمان وقوة مركز عدي كش قيسا إيمان كأتكنتيسا عقيدة فافنتيسا خرافات كلدجالن كيسا بذعة زولنتيسا صفاء العقيدة عد الله لا عد دكت كش قيسا وحي كش قينسا حوج مسلمين كش قينسا full stop ما هو مبهني ما مرم بدل مبهني عدي هوشك ربطين كشقيس إلى هاي وجليي تاكتو دي تمر وجليه شغلة أنا قبطان وحي كشقين المحي ركن أركان المسلمين تحوجيزة كم ذا كو لبا وحي أبا مسلمين تا وها قوة محيط السنجر وحي هاي الشعائر التعبدية الضوم إلى هاي بهاي ومما زادني شرفا وجيت وأضع دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت لي أحمدا نبيا قفكو إنه يراه هذا الضون إلهي بنا هاي وعزي يشرف مركا إنه لي ما دا المسلمين تو الشعائر التعبدية أو صلاته بطان أو صومك بطو أو حجك بطو أو الزكاة أي بحطو أو نور صلاته أي بدتو أو حجابك أو بطو دتكو الضوم إلهي أي نغضان وحاران تو يران تو حلاش أي بدتو وحويا ومراكز القوة مركا عدة كشقينا سمانتا مانتا وداد يا ور الله عدة كشقينا سمحي كشقينا سيدي صلاة لو أوجنها مركا قلوين كابحية دتك أن تكون كالي تكذا يراه qoloyinka balwado iska daaya kuwa yiraahda ee ama saddex saara ama afartan ka saara shaqay wadaar marka iyaguna shaqo weyn bay qabaan ummada ay u hayaan oo xoogii muslimiinta xoog kamid ayay qabanayaan jazaahumullahu khayran al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar isaguna wuxuu aha arkaanta waaweyn ee mujtamaa muslimka ah maxay xoogiisa muujisay wanaagana illa sa'amru xumaana in la iska reebo la isku daawanin kelmadda reer galbeed ka oran sawa privacy waxaan waqf privacy maxaa ka galay private kiis aadiga islaamku ma ogola wixii qofku wixii soo baxa xadiiska nabiga idinka filan sallallahu alayhi wasallam minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa dawladda iyo maamulka haduu kari waayna falyughayyirhu bilisani wa culamadii salaatiinti iyo odayaashii iyo wax garadkii iyo muxitaa tijaarti inay ka caano waa waxa soo qalad naga daaya la yiraahdo هذا تاكل وإذا لم حي قلبك محيط الحماها كنع وذلك أضعف وذلك ما كان مؤمن كمالك استوى جوه هذا ما مل يحل إياه هذا هي كرسى هذا كفر ديو وينو قامت حماه كزوليا عالم كي علماء دي تجارتي أو ضياش يا إمدار جارت كي الملأ ولا وين أعرف كود أنا كلاك بنين وين حميه شيعان وين أجينا وين أي شيعان باريرة انتي قفكي انت مدنك معيته لكروايه اقل الايمان مرخا وحا وهري ان اورك كنعبته وحا سمحي انه يهي الله ينبي محمد بوح لغا فوغان يمحتون ان انه يهي